نحن الآن في مدينة برج بواريرج، والذي يظهر التمثال الذي يظهر ورائي هو تمثال الشيخ محمد المقراني. محمد المقراني من زعماء ثورة 1871، قادها إلى جانب الشيخ الحداد، ويظهر في الصورة أيضا قلعة المقراني. هذه القلعة التي يمتد تاريخها إلى العهد الروماني. هذه القلعة تشرف على مدينة برج بواريرج كلها، وقد اتخذ منها حسن آغا ابن خير الدين بربروس قاعدة عسكرية، كان يراقب من خلالها برج بواريرج كلها، كما اتخذت فرنسا أيضا من هذا البرج قاعدة عسكرية، حيث كانت تراقب من هنا كل ما يجري في برج بواريرج. السلام عليكم ورحمة الله.